بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقه يمكن النهارده من الايام السعيده جدا بالنسبه لنا احنا كنادي الاهلي الحقيقه، ان احنا نشوف القامات الكبيره دي في كل المجالات مش بس الكوره يعني موجوده جوه النادي الاهلي. احنا يعني بنشكركم جدا على حضوركم، وكل سنه وانتم طيبين، ويا ريت الناس تفهم معنى الرياضه وتفهم معنى الروح الطيبه. يا ريت الناس تفهم كده، علشان ده المفروض ان احنا كلنا بندي رساله لكل الرياضيين، المفروض ازاي نتالف وازاي نكون قريبين من بعض لصالح الرياضه المصريه بشكل عام. كل سنه وانتم طيبين، رمضان مبارك علينا جميعا باذن الله. طبعا بيحضرنا هنا الحاجه والده لاعبنا محمد عبد الوهاب، بتدي مثل كبير جدا للعالم كله ازاي يكون صبوره، وازاي كل احفادها الموجودين دول ازاي يعني تربيهم صح، وازاي باذن الله يكونوا خلف ان شاء الله لمحمد عبد الوهاب باذن الله. شكرا يا استاذ، ربنا يكرمك. تاني نشكركم، ويا ريت بس ان احنا ناخد صوره جماعيه مع بعض هنا مع كلنا يعني. فرحتنا كتير مهما